استحضار الذاكرة التاريخية التي تجمع الجزائر بإفريقيا من خلال التذكير بالمصير المشترك والتطلع نحو مستقبل واعد، أبرز ما توقف عنده المشاركون في الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية في بعدها الإفريقي من تنظيم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. كنا نحن الأفارقة رموزا لقهر الإمبريالية والاستعمار، فإننا اليوم نثق في شبابنا الإفريقي ليستكمل مسيرة المجد الإفريقي. أملنا كبير في إفريقيا، ونؤمن بإفريقيا رائدة مزدهرة فاعلة في كل المجالات. ساهمت بلادي بكل ما أوتيت من إمكانيات في مسيرة تحرر قارتنا الإفريقية وكسر أغلال الاستعمار التي كبلت شعوبها. تؤكد اليوم تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على التزامها بالعمل الجماعي الإفريقي للوقاية من النزاعات وتسويتها في قارتنا لبلوغ التنمية الاقتصادية. الملتقى الذي عرف مشاركة الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية وعدد من أحفاد رموز الثورات الإفريقية كان فرصة لإبراز عمق ومجد الروابط التاريخية بين الجزائر وإفريقيا، خصوصا ما تعلق بمساعي الجزائر الرامية لاستتباب السلم والأمن في إفريقيا. Nous devons exprimer la gratitude de l'Algérie pour tous ceux qui ont été à nos côtés pendant les moments difficiles. Et comme nous disons dans notre arabe algérien, حنا ماناش من نكرين الخير. Et c'est pour ça que l'Algérie, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les pressions, nous continuons à être fermes sur la question palestinienne et sur la question du Sahara occidental. Congratulations to His Excellency President Tebboune. نهنئ السيد الرئيس عبد المجيد تبون على قيادته وجهوده الحثيثة في تعزيز الروابط مع جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية قاطبة، وكل من يدعم مبادئ العدالة والكرامة وحقوق الإنسان. تحظى الجزائر بدور استثنائي في دعم الدعوة لتحويل مؤسسات الحوكمة العالمية، ونحن نعتمد على دعم الرئيس تبون في السعي لتحقيق هذا الهدف. His Excellency President Tebboune's support in pursuit of this goal. تكتيف الجهود القارية لصالح دعم مبادئ الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها كانت أيضا في صلب أشغال الملتقى من خلال التأكيد على دور الجزائر في دعم بطولات الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني وكذا الشعب الصحراوي المتطلع لنيل الحرية. نحن الشعب الفلسطيني نسجل بكل احترام وتقدير الدعم التاريخي لدولة الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون الذي يقف مع فلسطين ويقدم لها الدعم المتواصل من أجل إسنادها في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. الجزائر ما زالت مكة الثوار وتجتمع أحرار العالم فيها لتبعث بنور الحرية والكرامة، لتبدد ظلام الاستعمار والاستبداد. والمطلوب اليوم أن أحرار العالم من إفريقيا وفي العالم أن ترتفع أصواتهم مطالبة بتطبيق هذه الشرعية. صناعة مستقبل القارة الإفريقية وإن بات رهين أيادي شبابها، إلا أن استحضار القيم الثورية الجامعة لكل الشعوب الإفريقية من شأنه شحذ الهمم من أجل الدفع بالتنمية والنهوض بالقارة الإفريقية إلى مستوى تطلعات شعوبها.